الأسبوع اللي فات كان أسبوع حافل بالنسبة للقطاع المصرفي والبنوك في مصر. أول حاجة حصلت إن بنوك الأهلي ومصر قرروا يلغوا إصدار شهادة 15% واللي كانت بتدي أعلى عائد في السوق المصرفي. تاني حاجة كان قرار غير متوقع للبنك المركزي بخفض سعر الفايدة 0.5% في مفاجأة لكل السوق المصرفي في مصر. طيب ليه البنك المركزي قرر يخفض سعر الفايدة؟ قرار المركزي جه بعد تراجع معدلات التضخم اللي هي زيادة الأسعار ولكن بوتيرة أقل عما كنا بنشوف. ودايما البنك المركزي لما يحدد سعر الفايده بيبص دايما على معدلات التضخم، وده عامل مهم جدا في تحديد القرار. تاني حاجه، في ظل الظروف الحاليه وتاثير فيروس كورونا على الاقتصاد، البنك المركزي عايز الناس تشتري وتستثمر بدل لما تحتفظ بالفلوس في البنوك، لان ده امر بيزود الاستهلاك وبيشجع النمو الاقتصادي. كمان البنك المركزي عايز ينشط القطاع الاقتصادي، وخفض الفايده هيحمس الشركات والمصانع ان هي تاخد قروض وترجع تشتغل زي الاول. طيب بعد البنك المركزي مخفض سعر الفايدة وبنوك الأهلي ومصر لغوا شهادة 15%، إيه هي أعلى شهادة ادخارية موجودة حالياً في السوق المصرفي في مصر؟ لسه بنك الأهلي ومصر بيطرحوا شهادة مرتفعة العائد بنسبة فايدة حوالي ما بين 12 و12.5، لكنها شهادة بتشتريها على 3 سنين ومتقدرش تكسرها إلا بعد فترة معينة، وإلا هتخسر جزء من فلوسك. الشهادة دي كمان بيطرحها بنوك كتير زي البنك العربي الأفريقي وبنك كيو إم بي وبنك القاهرة. لكن لو بتدور على شهادة مدتها سنة بس هتلاقيها في بنك الاستثمار القومي، واللي بيبيعها عن طريق فروع البنك الأهلي، ودي بتدي فايدة حوالي 10.25%. لكن خليك عارف ان كل البنوك حاليا بتراجع اسعار الفايدة على الودائع والقروض والشهادات الادخارية، وفي اي لحظة ممكن تقرر خفض الفايدة عليها، وده طبعا بعد قرار البنك المركزي. طب هل سعر الفايدة ممكن ينخفض تاني خلال السنة دي؟ الامر كله متوقف على البنك المركزي اللي دايما قبل ما ياخد القرار بيبص على عدة عوامل، منها معدلات التضخم وتأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي سواء في مصر أو عالميا، بجانب الوضع الخارجي شكله عامل ازاي.